مساكم الله بالخير وحياكم الله متابعين تلفزيون الكويت وين ما تكونون. منزل قطره صاير يحيى احمد اليوم جروب شو اسمه جروب شيل يا قلبي وخل الحين هذه الاغنيه واقف على بابكم. ها السعودي يقول نبي الطياره. لا الطياره بيروحون ان شاء الله. ما بالطياره شلونك؟ انا ماكسيم واحد اليوم وينه؟ منو؟ طالع بحر ولا شنو؟ صحيح معود هذا يتزعل يقول والله ما علمتوني كنا اليوم احنا مو قاعدين معاه اربع ساعات على الهواء. الرجال شوف شوف انا اقول لك الصدق ينزلون الميوه الليله بالشبره والاسعار نص السعر يروح ياخذ يفول لمده اسبوع ويطلع عذره انه والله ما علمتوني يسلمون عليك ناس وايد والله بولي تشوفه ما شاء الله. انا استانس لما اشوف الحريم لما يتمشون النساء أهلنا يتمشون في المولات. فذاك اليوم شفت الجروب يمشون مع بعض عزيزة طيبة سعاد غنيمة فضيلة لمية وعزيزة الحساوي. أقول لك ما شاء الله عليهم المتابعين البرنامج قاعدين الحين فستق وحب ومجابليننا إنزين. بس والله العظيم الواحد يستانس قلبه والله العظيم يبتسم لما أشوف الناس فعلا تتابع ليالي الكويت وتشوف تلفزيون الكويت وتشوف الحوارات الموجودة. إنزين شلونك انت شخبارك؟ تمام. اليوم موضوع حامي ايش فيك الكويت كلها تبي تحكي عنه. ادري ادري عشان شي قاعد اطول انا عشان اسوي لهم سسبنس. يدرون ترى كتبنا لهم احنا كتبنا لهم البدايه شو راح كسبت؟ كتبنا اليوم بتويتر اليوم معنا طيران مدني اليوم اي اليوم معنا طبعا اهل مسافر. ها اهل مسافر عشان كذي حطينا الاغنيه واقف على بابكم ترى حق الربيع واقف على الجيت مالكم اي واقف على الجيت. اليوم منصه الكويت مسافر من المنصات اللي يعني تم تطويرها لتسهيل اجراءات المسافرين يعني من خلال مطار الكويت ومن والى الكويت. لكن مستخدمين هالمنصه واجهوا امور وايده في مطارات العالم سبب بعض التعقيدات اللي موجوده مثل ما يقولون. البعض طالب بالغاء المنصه بالكامل، البعض طالب بتسهيلها بشكل اكبر. بنسولف عن الموضوع هذا مع ضيوفنا المهندس صالح الفداغي طبعا نائب المدير العام لشؤون المطار والدكتور محمد سعيدان اختصاصي صحه عامه. حياكم الله في ليالي الكويت. شلونكم؟ الله يحييكم. يوم صح حلوه لقيناكم صراحه لان الموضوع حامي صار لنا اسبوع كامل ما الناس ما عندها سالفه الا الكويت مسافر. اكثر شيء يعني احنا حذرنا منه ان لما يصير وقت السفر وصار بالعيد راح تكون هناك مشاكل بغض النظر وين المشاكل تحدث في أي بقع من العالم. وما نبي نذكر هذا الشيء عشان نذكره عندي بيت 8.8 إذا تبون. بس أمانة يعني إحنا نتكلم بصوت الناس. يعني إحنا لما نتكلم بصوت الناس. أنتوا شفتوا الفيديوهات الناس اللي تشتكي وتتحلطم وتقول، فإحنا ننقل وجهة النظر عن الناس بحيث أن هل فعلا لها فائدة هذه المنصة أو ما لها فائدة، هل هي أبديتد أو مو أبديتد. إحنا بس نتمنى من الناس اللي قاعدين يشوفون يشاركونا بالهاشتاج ليالي _ الكويت، كتبوا انتم شنو المشاكل اللي قاعد تشوفونها في كويت مسافر زين على الهاشتاج ليالي _ الكويت. حتى اذا برا الكويت في ناس الجماعه موجودين معنا هني راح يعني راح يتجاوبون معاكم وراح نشوف استفساراتكم راح يجاوبونها. وانتم قاعد تتابعون برا الكويت اذا انتم خايفين وتحاتون كتبوا الاستفسارات عندنا اخونا صالح والدكتور محمد يردون على الاستفسارات كلها. وامانه اعتقد هذا اول حضور اعلامي لكم عدل. أنا ما شفتكم من قبل. لا والله. لو نحن ما طلعنا معكم أول مرة. والله نتشرف بوجودكم الصراحة. نتشرف. نذبح لكم قبل. لا لأن بتتعبون من الأسئلة ترى الناس وايد عندهم أسئلة. حاضرين. أوكي يلا بوليد. طبعًا حتى شغلات إيجابية نبيها ما نبي شغلات سلبية. ليش سلبية؟ يبغى إيجابية تبي يمسون عليهم بالخير. لا يخلي يمسون بالخير. هم جايين يبون السلبية عشان يجاوبونها. ما يخالف. هم نذكر إيجابي نذكر السلبي خل الكل يعطينا تجربته. أترك لا يعجبني على الهواء. لماذا؟ لأن كابتن فوزي مو موجود فأنت شو اسمه. يلا روح. أول شيء بلش مع دكتور محمد. البعض يعني أكثر سؤال ممكن يوصل يقول لك واحد يقول أنا محصن وما أخذ اللقاح وخالص، ليش تطلبون منك كل هالمعلومات على منصة كويت مسافر؟ شنو أهمية المسحات قبل وبعد دخول الكويت؟ هذا سؤال مركب اليوم. يعني تحقيق اليوم سؤال مركب في أجزاء وايد من السؤال. طبعا المعلومات اللي تنجمع هذه عشان يصير فيها التقصي عن الشخص اللي جاي من وين جاي ونعرف الديره اللي جاي منها عشان نعرف وضعهم الوبائي شنو. وبعدين لما يدخلون الكويت المعلومات تكون واضحه عندنا. بالنسبه للمساحات حق المحصنين احنا اللي نعرفه ان التطعيم والتحصين لله الحمد يعني الى الان وحتى في ظل المتحورات الجديده يقي من الأعراض الشديدة ويقي من دخول المستشفى والوفاة، بس يعني بنسبة كبيرة قد تصل إلى يعني قول 90 إلى 95% وهذا شيء زين. بس طبعا
يعني هي ما تمنع 100% فرصة حدوث العدوى، وخاصة عند الأشخاص اللي عندهم ضعف في المناعة أو عندهم أمراض مزمنة مثلا السكر أو غيرها من الأمراض اللي قد تقلل مناعة الجسم في محاربة الفيروس وأنه يشيلونه بسرعة، تشيله المناعة من الجسم بسرعة. فالأشخاص هذه لا زالوا معرضين للعدوى، لا زالوا معرضين أن يبون العدوى وياهم ويعادون الأشخاص اللي راح يقعدون معاهم لما يدخلون الكويت. طبعا أكبر قلق موجود في العالم هو حدوث متحورات جديدة. الحين احنا شفنا متحور الدلتا ومسوي مشاكل وضغط على النظم الصحية والصحة العامة في العالم كله. لله الحمد إلى الآن التطعيم اللي عندنا يخفف الأمراض والأعراض الجانبية والوفاة من الدلتا، بس احنا ما ندري شنو ممكن يصير وراء. لذلك مهم جدا احنا الشخص اللي داش الكويت ان نسوي المسحة قبل وعقب. طبعا لما تسوي المسحة قبل الركوب ب 72 ساعة، المسحة هذه تبين لك العدوى قبلها بثلاث أيام ثانيين، فأنت قاعد تحسب 5 أيام إلى أسبوع من التقاط للعدوى. لما يدخل الكويت هذه الفترة هم نغطيها بالمسحة الثانية. وطبعا الكويت مو الدولة الوحيدة اللي قاعد تسوي البي سي آر، في دول ثانية حتى اللي هم شالوا الكوارنتين أو الحجر المنزلي والمؤسسي عن المطعمين لا زالوا يسوون مسحات البي سي آر، يشرطونها يعني بالدول. لا زال بعض الدول الأخرى يشرطونها. يعني في دول، يعني بدون ذكر شنو هي الدول، إلى الآن يسألك أنت مطعم ولا مطعم، طيب بعضهم يسوي البي سي آر بعضهم ما يسوي، فعلى حسب الدولة وين. أخوي صالح، إحنا تكلمنا عن المنصة وقلنا يجب أن يتم التبسيط في بعض الأمور. السؤال يقول هل تم تبسيط الأمور في المنصة؟ هل الدولة تستفيد من المنصة هذه؟ نعم، أنا خلنا أعطيه بشكل سريع شون إنشأت المنصة في البداية. ترى المنصة كانت موجودة من أول ما ظهرت الجائحة، صح؟ من سكرنا المطار كامل وكان في إجلاء وإخلاء، أنشئت المنصة بهدف تنظيم عملية الوصول إلى مطار الكويت. فكانت المنصة الهدف الأساسي هي تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد جائحة كورونا، وبعدين تطورت إلى أن صارت حق المغادرة وحق الوصول. المنصة هي تنفذ قرارات مجلس الوزراء وتوجيهات السلطات الصحية. في شيء بالصوت ولا؟ لا، أنا عندي مشكلة بالسماعة، بس خالد كمل وياه على ما نصلح السماعة. فهي تنفذ قرارات مجلس الوزراء وتنفذ توجيهات وتعليمات وزارة الصحة، لذلك نطبق فيها جميع الإجراءات. المنصة أول ما بدأت كانت، يمكن لو تذكرون، 18 خطوة. صح، كانت لما تسجل في المنصة كانت 18 خطوة، واشتغلنا عليها منذ إطلاق المنصة إلى اليوم. إحنا يوميا نقعد عندنا فريق مشكل من مجلس وزراء في وزراء من الأعضاء، وكنا ندرس الحالات حتى بفترة العيد. للأمانة قعدنا كل يوم بالعيد عشان نبسط ونسهل إجراءات المنصة. من 18 خطوة بالفترة السابقة وصلناهم إلى 6 خطوات المرة اللي طافت اللي أعلننا عنهم، ومع تطبيق الإجراءات الجديدة إن شاء الله من 1/8 قعدنا لفترة العيد، ولله الحمد وصلنا إلى تبسيط جدا ممتاز للمنصة. أهم المشاكل اللي كانت توصلنا هي عدم قدرة الناس في استكمال التسجيل، كانت لعدة أسباب. إحنا طبعا شكلنا فريق لتلقي هذه الشكاوي وبحث الحالات حالة حالة، وبعدين طلعت عندنا تقريبا 99% من المشاكل كانت بسبب إما الواي فاي الموجود في المطارات. الناس قامت تروح المطار تبي تفعل، فتلقى تواجه أن الواي فاي ما يعطيها صلاحية أن يبحث في محركات البحث، كانت بس شاتينج. نعم. طريقة الدفع لما يدفع لازم تعرفون لازم يدز الاو تي بي يا اما رقمه مو موجود معاه ولا ما يقدر يدفع. فكانت هذه المشاكل كلها رصدناها وحطينا فيها حلول، وجماعتنا في تلقي الشكاوي كان يحلون مشاكل اول باول، وعطينا تعليمات شركة الطيران لتسهيل اي واحد مسجل بس عنده خطوه واحده يجيبه الكويت وبعدين نكمل الاجراءات، الى ان وصلنا الى الشكل اللي ان شاء الله انطلق اليوم، وراح ان شاء الله الكل راح يشوف شلون كويت مسافر صار. انا شفت الحله الجديده
اللي تبسط على المسافر بما لا يخل بالاشتراطات والقوانين والشروط اللي حاطينها يعني السلطات. احد الاشياء اللي لاحظتها اليوم ان دخلت على الابلكيشن طبعا شفتها اليوم اللي صار ان اذا عندك انت مناعه او هويتي واخضر ما تسوي شيء صحيح تكون ركب طيارتك صحيح خذ شغلك وركب الطياره بس شنو تنفذ شروط الدوله اللي انت رايح لها نعم. يعني لو طلبوا بي سي ار تسوي بي سي ار نعم. طلبوا منك شهاده التطعيم تودي شهاده التطعيم كالكويت ما لها علاقه انت طالع مدامك مطعم الله معك نعم. حفظ الله صح بس بالرده كويت مسافر يشيك يعطيه مثلا يقول له بترد الكويت الكويتي بكل الحالات جاي الكويت يا الكويت ما يتوقف صح صحيح هل يدخل من ضمن الكوتا اللي هي مثلا لا 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 يعني احنا وايد حالات صار عندنا كويتيين يبي يصعدون مو لاقين حجز نرتفع عن الكوتا اساس رده الكويتيين زين هل راح يصير ان شاء الله بالمستقبل ان يتم ابلاغ كل شركات الطيران ان اي كويتي برد الديره حتى لو طفت الكوتا 30% لا زيد اوريدي في رساله تعميم حق شركات الطيران منذ فتره طويله حلو. اي واحد عائله كويتيه راغبه ان ترد وعندها مشكله بسيطه يتسهل لها الامور حتى لو كانت الكوتا يتسهل لها بصعود الكوتا عفوا اي عائله عندها مشكلة بسبب زحمة الطيارة عدل نعم زحمة الطيارة عندها مشكلة ممكن أن يتعاونون معاهم ويرجعونهم لأن نعم. هذا خبر جدا ممتاز نعم. حق الناس اللي عالقين برا مرات يتوهقون بسبب تعلق الابليكيشن نعم. ولا صحيح. شيء من هذا القبيل صحيح جدا ممتاز هذا الخبر شيء ثاني ودي أسألك أنا شفت الخبر أن أنتم قاعد ترفعون السعة مالت المسافرين إلى نعم. تقريبا 8000 إذا ماني نعم. غلطان نعم. أيه. هل راح تستمر هذه السعة إحنا كم طيارة قاعد نتكلم باليوم تقريبا يعني إحنا ما نتكلم بالطيارة نتكلم بعدد المسافرين اليوم بي خوش. لأن في طيارات كبيرة في طيارات صغيرة فإحنا كنا نشتغل على 1000 راكب باليوم تمام. وطبعا كل قراراتنا هذه بناء على توجيهات السلطات الصحية ومجلس الوزراء لأن يكون فيها نسبة تناسب مع الحال والوضع الوبائي داخل البلاد والعالمي يعني نرفع إذا كانت الحالة زينة ونخفض إذا شفنا انتشار العالمي والوباء داخل الديرة شوية مو مثل ما كنا محاسبين فإحنا هنا 1000 كنا ايه. لما تحسنت الحالة رفعنا إلى 5000 واحنا الحين في طور ان نوصلها الى 10000 وان شاء الله حسب التحسن الموجود ان شاء الله في خطوات مرسومه مقدمه لمجلس الوزراء بالتنسيق مع الاخوان في وزاره الصحه ان في تدريج الى ان نوصل الى الوضع الطبيعي للطيران ها سالفه الرجوع للكويت هي مسويه ازمه في ارتفاع اسعار التذاكر نعم صحيح. فالناس تتوقع ان تزيدون السعه علشان يخف عليها يعني احنا عندنا ناس سافروا يمكن راحوا دبي ب 400 دينار يقول بسبب انه ما في سعه وانتم رادين الكويت فالناس قاعده تتضرر بالسفر انتم قاعد تنظرون حق هذا الامر يعني ناحيه اسعار التذاكر انه شلون تخففون نعم يعني. احنا لما رحنا من 1000 راكب الى 5000 ال 4000 هذه الزياده وزعناها على الجهات الرئيسيه اللي الكويتيين يروحون فيها برافو يعني ما اعطينا الجهات اللي لا كلها وزعناها على الجهات اللي فعلا الكويتيين يتوجهون فيها ومعروفه هالجهات هذه خصوصا في فتره الصيف لكن ترى ارتفاع الاسعار في العالم كله بسبب صح. الجائحه صح. بسبب التكلفه الزايده على شركات الطيران للتعقيم والاجراءات الصحيه والامور هذه كلها هذه كلها تكلفه عامه وخسائر شركات كلها انت تعرفون في فتره وقفت الشركات كلها فبدت تشتغل الحين اكيد الاسعار مو مثل قبل العروض اللي قدموها للناس فهذا وضع عالمي كامل لارتفاع الاسعار راح نشوف جهات جديده ايضا من الخطوط الكويتيه ايضا نعم احنا في تواصل مع مجلس الوزراء نرفع لهم توصيات الطيران المدني في الوجهات الجديده اللي بنشغل عليها بناء على شنو بناء على طلب شركات الطيران لما تقدم لنا شركه طيران ابي افتح الوجهه الفلانيه احنا نروح نحط هالوجهات ونقدم لمجلس الوزراء يدرسونها طبعا من كل النواحي يدرسون ناحيه صحيه اقتصاديه سعه المطار وبعدين يعطون موافقات على الجهات اللي نقدر نشغل عليها اكثر جهه اخوي صالح يعني الحين قاعد اشوف اعتقد تركيا لندن اشتغلت الطيران نعم. صح نعم. دبي غير كذي وين الجهات اكثر شيء اللي قاعد يصير عليها الحين البوسنه والامور هذه كلها اللي باتجاه هذا كلهم الحين في رحلات يعني مباشره من 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 الكويت اللي هذه الجهات لكن اكبر جهه عندنا اللي هي تركيا فيها رحلات جدا شديده فاحنا مثل ما قلت لك السعه رفعناها حق هالجهات هذه لما شفنا في دوز وفي نفس طبعا الاسعار ما راح ترد نفس قبل لان في عروض وان شاء الله بالقريب العاجل اذا استمر الوضع الوبائي داخل البلاد ان شاء الله راح تشوفون الارقام ترتفع والاسعار راح تنزل ان شاء الله. دكتور محمد انت قلت في البدايه ان عمليه البي سي ار اللي تتم هي لمعرفه يعني ما تقول جمع معلومات تقصي وبائي نقدر نقول
وانك تحاول تمنع الحالات الايجابيه من انها تدخل، خاصه اذا كان في فرصه ان الحاله الايجابيه تكون من متحور جديد مو موجود عندنا. زين، في حالات طبعا قبل فتره اذكر يوم قالوا ان متحور الانجليزي، نعم، طاحوا عليهم من ناس مسافره وبي سي ار، الحين متحور الهندي نفس الطريقه. العمليه هذه يعني المسحه بعد العوده هذه كافيه ولا اذا الشخص يعني ما يحتاجها يعني كضمان لفتره بسيطه؟ هي مثلا لو قال والله اقعد حجر 14 يوم ولا تسوي مسحه، ممكن تكون كافيه؟ انه هو بالطبيعي ان يعني 99.99% بعد ال 14 يوم الوضع يكون امن، بس الحين عندنا متغيرات جديده، هي ان الشخص مطعم فنسبه نقله للعدوى اقل، صح، وطبعا عندك ان مسوي بي سي ار، فانت لما تدمج الاثنين البي سي ار زائد التطعيم لا زالت هناك فرصه انه يكون مصاب ويدخل، بس الفرصه هذه وايد اقل عفوا وايد اقل من ان لو شخص غير مطعم ومو مسوي بي سي ار. لذلك يعني على حسب كلامك ان المسحة البي سي ار وبعدين ما في حجر، فرصه نقل العدوى لا قليله جدا، فيعني عادي يعني اذا يبي يقعد شويه كم يوم زياده في البيت حرصا منه هم افضل. حلو، انا عندي استفسار بس لان في سؤال جاينا من احد الاخوه يقول، طبعا يقول الكويتي اللي يصيب بالخارج بكورونا ليش يتم منعه من دخول البلاد؟ ليش ما يرجعونه الكويت؟ عندك فكره ليش؟ انا اعتقد هي مشكله الايكاو، نعم، او الطيران الدولي ان، نعم، ما يسمحون للمصاب، فهي امر دولي ان ما يسمحون حق الناس ان تركب الطياره طالما انه مصاب. القانون الدولي يمنع انك انت تصعد اي واحد حاله مرضيه مهما كان كورونا او غير كورونا، إيه؟ بالطائره الا في وضع خاص انه يكون نقل مصاب لوضعيه خاصه طيران خاص. هو القصد ليش سالتكم هالسؤال، إيه؟ لان اخواننا الكويتيين دائما يقولون ايش حق قاعد تمنعونا اذا احنا عندنا بوزيتيف زين ركبونا الطياره؟ فهو امر دولي مو ان الكويت بروحها اللي مطبقه هذا الشيء، فهو هو شيء دولي قاعد يطبقونه الناس، صحيح، كلها، صحيح. فما بالملامتي على الطيران المدني، نعم، عشان كذي قاعد اخذ منكم الاجابه فيها. مهندس صالح، في شغله بس بسالك عليها اللي هي موضوع يمكن موضوع التامين. نعم، الله يهداهم في بعض خدمات الإخبارية راحوا كتبوا وأن فوق 75 ما يطير، وطلعت القصة انتشرت مثل النار، مع أن في شركات طلعت قالت لا احنا إن شاء الله عمرك 100، احنا ما عندنا مشكلة أنت بتدفع فلوس ومقابلها بتاخذ تأمين، صحيح. فمن ناحية الطيران المدني أو من ناحية، أنا أتكلم عن منصة كويت مسافر، أتكلم كطيران مدني، أنتم كمنظم للعملية، موضوع التأمين الصحي شنو مدى اهميته في العمليه؟ التامين الصحي هذا قرار من مجلس الوزراء، ان اي كويتي وغرب من الدرجه الاولى ما يطلع من الكويت الا يكون عنده تامين صحي يغطي فتره بقائه خارج الكويت ويغطي علاج اصابه كورونا. لازم يكون فيها البند موجود، لازم البند موجود، والحين كل شركات التامين عرفت البند، ترى سعره رخيص يعني مو من الاسعار الغاليه. لكن على سالفه التامين كل شركات الطيران، كل شركات التامين بامكانها تصدر هذا التامين، وفي 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 شركات داخل المطار، يعني بامكانك اذا انت رايح المطار مو مسوي، صح، بامكانك من المطار تسوي، بامكانك بلينك عادي اي شركه اي شركه تامين تحجز وتجيب لك. لا، وهذه الحين من التحسينات اللي سويناها في كويت مسافر. كويت مسافر حاليا غير مطلوب حق المغادره، الحين اللي غادر مو مطلوب منك كويت بس مسافر. الدوله اذا طلبت انت لازم تطلع، اي فانت ايش تسوي؟ بس يعني اللي مطعم تطعيمين طبعا مو صراحه الا حق المطعم تطعيمين، نعم صحيح، اللي مطعم تطعيمين يروح المطار يطلع على طول، ما حد ما بس يكون عنده اشتراطات، ايه؟ اللي هي تامين صحي ويشوف الدوله اللي رايح لها شنو تبي ككويت، نعم، انت في المطار ما تقول له افتح لي كويت مسافر، ما راح نطلب فقط منه. اجراءات الرجوع، نعم، هذا من اليوم مسافر. انطلاق لو تدش على الموقع ما، ايه؟ راح تلقى رحلات المغادره، ايه؟ ان شاء الله خلاص الحين كل الكويت مسافر كله تنظيم رحلات الدخول. وخلنا نتكلم عن ثلاث اشياء رئيسيه الحين الدخول، ثلاث اشياء رئيسيه اللي الحين لو تبطل كويت مسافر راح تلقاها. اول شيء ما راح تلقى تسجيل، قبل كان تسجيل وتسجيل، الحين ماكو تسجيل، الحين ماكو تسجيل على طول. تذكر ذاك اليوم بطلت الدوام، الصفحه على طول تقول لك تبي انت قدوم ولا تبي بالسلامه اللي هي مال الاعمال المنزليه بدون تسجيل.
فمن تختار شنو 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 تقصد بالسلامة مال الأمانة؟ بالسلامة هذه هذه منصة خاصة بالأمانة المنزلية مادة 20. الأمانة المنزلية. إيه هذه أي واحد يبي بأمانة منزلية لازم يكون في بالسلامة لها لها قوانين. ولها احكامها خاصه ولها طريقه تطبيقها. فانت بس ترقص الايكون مال طيران القدوم يفتح لك صفحه يقول لك اختار الرحله واختار التاريخ والجهه على طول يدخل لك كم مسافر. هذه الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه يقول لك كم مسافر مرافقين. ها المرافقين تقدر تحط تقدر تحط 50 يعني واحد تمام. يسوي حق العائله كلها ما يحتاج كل واحد بروحه حتى مو عائله الحين ربع مسافرين يقولون يسوون حق بعض تمام. اقدر الحين مكتب سفريات يسوي حق مجموعه تمام. فالخطوه الثانيه تسجل المرافقين وبعدين مجرد ما تحط رقم المدني والرقم التسلسل يمكن الناس اللي ما يعرفون ان كويت مسافر مربوط مع اغلب جهات الدوله يسحب معلوماتك من البطاقه المدنيه ومن الداخليه ويملي الخانات بروحه يطلع لك الاسم بسبب انك حطيت البطاقه المدنيه لان حطيت البطاقه المدنيه والرقم التسلسل وخلصنا الخانات بالتنسيق مع وزاره الصحه مشكورين خلصنا الخانات هذه كلها الى 4 خانات فقط ممتاز اي كانت تقريبا فوق 20 خانة وصلت الى 4 خانات صح. ليش للناس يسألون ليش لان ربطنا خلاص ربطنا مع الداخليه قمنا ناخذ المعلومات ربطنا مع البطاقه المدنيه قمنا ناخذ المعلومات فخذينا المعلومات الاكيده وحطيناها بالخانه طلعت المعلومات يعبي بس رقم التليفون اللي هو طبعا هذا ما اقدر يعني مو موجود في اغلب جهات الدوله الرقم الحقيقي اللي انت شغال فيه ممكن تحط رقم التليفون نعم. بس رقمك اللي انت تبي تحجر عليه تحطه في الرقم هذا من تقول اوكي اذا انت محصن طبعا مربوط مع مناعه فراح يبين انه اخضر من محصن خلاص يروح لك على الخطوه الاخيره اذا ما بيحجر يعني اكو ناس يبون يرجعون انا اليوم شفت قراركم بعد شوي بناقشكم في القرار مال الطيران المدني اليوم إذا الناس رجعت يقول أنا ما أبي أحجر على نفسي أنت أنتوا حاطين في القرار إنه تسوي بي سي آر وتطلع هذا المحصن هذا محصن إيه ماخذ ماخذ جرعتين إيه عدل إيه لما تقول محصن دكتور جرعة ولا جرعتين هو الكويتي ما يقدر يعني يروح برا الكويت إلا بجرعتين من الكويت لكن إذا هو راجع أيضا ما نقبل إلا بدخول بجرعتين الحين على حسب القرار جرعتين نعم. فإذا جرعة ماكو فإذا يكون محصن مثل محصن ما تفضلت محصن جرعتين يرد إيه ما يبي يقعد بالحجر إيه نعم بي سي ار ويطلع نعم الحين البي سي ار ما تدفع قبل صعود الطائره وهذا كان يسبب لنا بعض الاشكاليات الناس اللي بيدفع مو قادر يدفع لان فخلينا الحين خيار لك يا مسافر وصلت يا يعني سواء كويتي او غير كويتي أي. وصلت انت محصن وصلت عندك اسبوع حجر منزلي تبي تقعد اسبوع اقعد تبي تطلع اول يوم تروح اي مختبر من المختبرات ممتاز. تسوي فحصك تدفع قيمته تطلع سلبيه وهو اوريدي موصول مع وزاره الصحه يطلعونك من الحجر. بالمطار موجود بي سي ار هذا دكتور محمد بالمطار موجود بس احنا لان الحين السعه قاعد ترتفع فمحتاجين المساحات هذه فبنخلي الفحص المطار حق الغير محصن اللي مطلوب منه فحصين اول واحد عند القدوم والثاني بعد 7 امس قاعد شو اسمه استشف حلوه استشف ها الحين بيغيرون الجروبات اسماء كلام وايد قاعد يقطع شيء نحوي انه كان ان في هناك اقتراح حق مجلس الوزراء من رنا الفارس ان في ابلكيشن اسمه سهل هذا الابلكيشن يضم كل الابس انتم ماشيين بهالتوجه هذا احنا اذا طلب منا ترى بسهوله الحين جهات الدوله كلها مربوطه مع بعض اي نعم بسهوله عشان كذي استانس لما قلت لي احنا مربوطين مع مناعه مربوطين مع الصحه بس احنا ان شاء الله يعني هذه الخطوه الاولى للتسهيل راح تكون خطوه بعد اخيره وان شاء الله راح تكون هذه اللي خلاص يعني نوصل الى ان شاء الله اللي هي راح تكون فورمه مو تسهيل فورمه انت من تخلص تطلع لك الفورمه تقدر تطبعها لان في بعض المطارات يروحون الناس مسوي كل شيء يبي يشغل الاب ما يشتغل بسبب الواي فاي صح نعم. صح فالحين فورمة تطبعها يبين لك الباركود ويبين لك شنو حالتك انت محصن ودافع ولا مو دافع اذا كنت مو محصن هذه تبرزها عند التشيكن كاونتر ما تحتاج تبطل لا اب ولا تحتاج شيء. عشان بس اكون واضح معك هذا اللي كتبوه مجلس الوزراء فهذا هذا رسمي تم التباحث فيه الموقف بشان الموقف التنفيذي لمشروع التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونيه بدوله الكويت تطبيق سهل انزين وهذا في برامج وخدمات التطبيق والجهات الحكوميه المشاركه في المرحله الاولى لاطلاق التطبيق بالاضافه للتوصيات من شان تحقيق الاهداف المرجوه من هذا التطبيق عشان كذي سالت لان الناس تدخل على الاقل في مكان واحد يعني تدخل في تطبيق سهل بعد ما يتم تطبيقه بعدين يمكن خلينا نقول بعد 2 أو 3 أسابيع يلقون تطبيق مسافر موجود فيه فبالتالي كل التطبيقات تكون موجوده فيه وهذا راح يسهل الامر على ناس كثيره عشان كذي يمكن
التطبيق سهل، احنا اوريدي كطاره مدريد داشين فيه بالمواعيد الحين، اي واحد ما يراجع الجهه الا ياخذ موعد، فعندنا احنا اوريدي داشين في سهل مع الحكومه، وحاليا اي واحد يبي يراجع الطيران المدني يدش على موقع سهل وياخذ موعد ويقدر يراجع الطيران المدني. فهو شغال، فهو شغال، نعم شغال كويب سايت، اوكي شغال في يعني وايد جهات. اوكي نبي نتكلم عن شويه القرارات. في عندي سؤالين انا خلصت اسئله حاميه. زين اخذ دورك سؤالين وانا سؤالين. اوكي وزع. دكتور محمد قاعد يقول فيه بيو صوبي، بس بيو صوبك الحين دقيقه، هذا سؤال لا علاقه فيكم بثناتكم. الحين كلنا ندري انه بداوا تطعيم اللي من 12 سنه ل 16 سنه، والفئه هذه من 12 ل 16 كان ما يشملها اي نوع من الاجراءات، ولا فيها منع ولا فيها شيء، وما في عليها شرط التحصين بالكامل قبل يطيرون. في ناس وايد حاجزين الاسبوع الجاي يعني بعد تاريخ 1/8، وكلهم قاعد يقولون عيالنا من 12 ل 16 سنه اللي خذوا جرعه واحده شو نسوي فيهم؟ يطيرون ولا ما يطيرون؟ زين هل يدخلون البلد ولا ما يدخلون البلد؟ هل راح يتم حجرهم؟ شنو الاجراء اللي راح يتم معهم؟ شنو البروسيجر، الخطوات شو راح يصير معهم؟ هم بالنسبه لهم ما يشملهم، هم يسافرون عادي عادي عادي، لان سمعتوا تسافرون عادي لا زالوا من الفئات المستثنى اللي هم بالنسبه للفئه العمريه هذه. بس طبعا لما يردون في راح يكون في حجر، لانه مو محصنين، بس يطبق الحجر نفس اللي قال الاخ صالح انه يسوون بي سي ار ويقدرون يطلعون من اعتقد انه مسحتين راح ياخذون صح؟ هو اذا كان طبعا هي الفئات العمريه الغير خاضعه مثل ما قال الدكتور هي مدش من ضمنهم. اذا انت راد هني على حسب وضعك، اذا انت جاي مع عائله يعني العائله كلها محصنه وانت بس اللي مو محصن عمرك اقل من 16 اقل من 16 وزاره الصحه مشكورين يقومون يعتبرون عائله واحده ويطلعونهم كلهم منزلي. حلو. لكن اذا هو يعني انا يعني جاي بروحه وهذا يمكن مرافق. قليل ما اذا كان طالب معفي. نعم. اذا كان علاج بالخارج معفي. نعم. فما في ما في حاله يعني معناته كل واحد نادر واحد كان شاحن ولده دازه شحن فما في حالات يعني قليله، بالعكس اطمنهم ان بال بال بالسفر وبالرده ما في اي مانع اني يعني هذا حال الكويتيين اول ما بدا التطعيم جرعه واحده صح. واسبوعين لان تو بادي تطعيم، الحين تو بادي تطعيم الفئات هذه، بس بعد الفتره اعتقد الدكتور راح اذا كان في امكانيه ان كل يطعم واللي ما طعم لا راح يدش من ضمن الحظر اللي ممنوع انه يسافر. حلو يعني بس عفوا انتم اليوم في التعميم اللي تم ارساله اليوم يعني لما حطيته قلتوا في القدوم الى دولة الكويت. نعم. اوكي خلي المقدر القدوم اللي هو بند ثاء. نعم. الغير محصنين. نعم. مكتوب والذي يظهر اللونين الاحمر او الاصفر لهم بتطبيق مناعة وهويتي يستكملون التسجيل بتطبيق شلونك ومنصة كويت مسافر ويقومون بسداد قيمة فحصين بي سي ار واجراء احدهم عند الوصول لدولة الكويت والاخر باليوم السادس من الحجر. نعم. هذا الغير محصنين. غير محصن. والأصفر اللي بس هو جرعة واحدة. أنا بس عشان أرجع لدكتور محمد لأنه هو المساعة لما سألته قلت إن ليش الناس ما تقدر تركب الطيارة إذا قرار طيران مدني الآن قاعد يقول الغير محصن معناته كأنه مسموح لك كويتي يرجع. إيه؟ بهذا القرار. إيه؟ مسموح. مسموح. بس يقعد في حجر. يقعد في حجر. يا أما منزلي ولا مؤسسي، هو مؤسسي بس إذا مستثنى من حالات. إيه لا كاتبين يقول لك سداد قيمة حجر 7 أيام بالحجر المؤسسي لدى إحدى الفنادق المحلية. المذكورة بمنصة كويت مسافر وفي حال ثبوت الخلو من فيروس كورونا يستكمل مدة الحجر 7 أيام أخرى بالمنزل. نعم. معناته أنا أفهم من هذا الكلام أن اللي مو محصن ككويتي يحق له أنه يركب الطيارة ويرجع. نعم. عدل صحيح. وهذا ابتداء من 1/8 من قبل من أول من قبل للحين هذا مطبق للحين الكويت. فمعناته كلام الأخ اللي مساعد بتويتر غير صحيح. لا لا ما حد يمنعه يركب طيارة. هذا مصاب إيجابي. ويتكلم عن مصاب. أي مصاب. المصاب غير. أي. الكويتي ما في شيء يمنعك أنك ترد. ماكو ولا قانون احنا طلعناه يمنع الكويتي أنه يرد. حتى لما سكرنا نهائيا عن بعض الدول وانت نعم. تذكرون الإجلاء صح طلعت طيارات خاصة حتى حق واحد يابتها من الدولة. صح. ما في شيء يمنع أن الكويتي يرد إلى ديرته. صحيح. حلو. زين الشغله الثانيه في ناس يقولون يسالون على موضوع اذا انت جاوبت يمكن بوسط الكلام ان عيالهم قاعد يطلع لهم مثلا يطلع لهم منطعمين نعم وطلع لهم حجر مؤسسي نعم. العائله كلها محصنين ما عدا طفل مثلا عمره 13 ولا 12 سنه نعم. هذا بالتالي انا شفت الابلكيشن في طريقه تختار وتلغي
نعم. الموضوع هذا يصير أخضر عادي يطوف؟ لا ما يصير أخضر. هو ترى المنصة ذكية جدا. يعني هي بروحها تحولك للمسار اللي أنت فيه بناء على معطيات من مناعة ومن حالتك وعمرك. حتى العمر تأخذه من الرقم المدني. فلما يصير عائلة كلها وواحد أحمر خلاص هني يقدر يروح حق الشيكن كاونتر اللي هو القبول اللي هذا يقول له إحنا عائلة وهذا ترى طفل او عمر من مستثنى خلاص الشيكن كاونتر يعرفه حتى لو احمر راح يطيرهم لانه يدري ان هذا من الفئات المستثنى اللي يصعد الطائره بدون له بس ما يقدر هو يحوله الى اخضر لان هذا اوريدي هو ما عشان يبين مع يبين معكم. نعم. يعني الناس هذه لحد حاتي عيالكم اللي تحت 16 راح يطيرون راح يردون ان شاء الله بالسلامه. تحت 16 مطعم ومطعم أو مطعم نفس الحالة لغاية ما نوصل نسبة كبيرة. صار أخوي صالح صار في كلام وايد عن منصة مسافر منو اللي أنشأها ومن الشركات اللي داشين فيها وشنو الفلوس والفلوس وين تروح ووصلت على مستوى النواب يعني أنا قاعد أشوف حتى النواب فودنا تعطينا القصة كاملة عن هالموضوع يعني يا ريت يعني يتم توضيح الشيء الغير معروف حق الناس للناس. نعم. فشنو قصة كويت مسافر؟ أنا مثل منو الشركات اللي فيها؟ ومنو اللي قاعد يستفيد من الإيراد هذا؟ صحيح. إحنا مثل ما بديت إن كويت مسافر كان أول ما بلشت حق كيفية تنظيم عملية دخول المطار أول الأزمة. بس أنا مواعيد ودخول المطار تمام. فمجلس الوزراء كلف الطيران المدني بإعداد منظومة لإدارة عملية دخول الناس اللي بيسافرون وقت أول ما صارت الجائحة. فعندنا إحنا كطيران مدني عندنا الوسيلة الوحيدة اللي هو مقدم الخدمات الأرضية في كل مبنى ركاب في مقدم خدمات أرضية. حلو. فرحنا حق مقدم خدمات أرضية وقلنا له من ضمن عقدك مع الطيران المدني قدم هذه الخدمة. فتم إنشاء كويت مسافر وتم عرضه على جميع الجهات المعنية وتم اعتماده رسميا كمنصة لتنظيم عملية دخول الركاب لمطار الكويت الدولي. بعدها تم فتح المطار وهناك اشتراطات صحية للي قادمين لدولة الكويت. طبعا الكويتيين كانت بالبداية كانت بس الكويتيين صح. هم كان في اشتراطات حجر مؤسسي وبي سي آر زي شون أنظم عملية أني أنا أضمن أن اللي جاي من برا يدفع لي البي سي آر وحاجز فندق من الفنادق اللي أصلا مخصصة للكورنتين اللي معتمدة من وزارة الصحة. فقالوا سوونا منظومة ثانية للقادمين بس بعدين قالوا لا فكرة احنا نسوي منظومة واحدة ما يصير واحد يسافر بابليكيشن ويرد بابليكيشن ثاني صح. فطلع قرار كذلك بتوحيد المنصات واعتبار منصة كويت مسافر هي موصلة موحدة لدخول وخروج دولة الكويت. من اللي يقوم بالعملية مقدم الخدمات الأرضية اللي هناك عقد بينه وبين الطيران المدني لتقديم الخدمات الأرضية اللي تخدم الركاب. وأنا أحب أنوه إن ما كلف الدولة ولا فلس بالعكس هناك إيرادات للدولة في المنصة هذه. إذا تكلمنا عن الجزء منها بالسلامة تم عرضه على جهات رغبية وتم اعتماده. أنت لما تقول إيرادات للدولة بس عشان أوضح للناس إيرادات للدولة معناتها الفلوس هذه في جزء منها أو جزء كبير منها يروح حق الدولة حق وزارة المالية. نعم نعم نعم. وهو الحين قاعد نحصل إحنا الحين من أول ما بلشنا نحصل مبالغ بشروط الجهات الرقابية كلها مبالغ يعني حتى يعني كبيرة وبدون لا تكلف الدولة أي مبلغ ننشئ المنصة ولا نسويها ومن يصينها من يتابعها من يرد على من يسوي التطوير هذا كله هذا فيها تكلفة بدون أي تكلفة مالية على الدولة. وعشان كذي المنصة حاليا شغالة وفيها رغبة حاليا ترى كل المعلومات الموجودة المنصة وناس يمكن ذكروا وقالوا سرية المعلومات كل المعلومات هذه ما تروح حق الشركة قطاع خاص هذه تروح للطيران المدني اللي هو رابط معها كل هالجهات يأخذ من البطاقة المدنية يأخذ من الداخلية يأخذ من كويت مسافر ويعطيها حق وزارة الصحة بدون لا يتدخل وزارة الصحة تقصي الوبائي عندها صح. فبدون لا يتدخل شركة ناس فيها. وفي فترة من الفترات تكلموا عن سرية المعلومات هذه وين قاعد تروح وأذكرها والله كان يوم جمعة ورحنا طلبنا اجتماع مع جهة من الجهات الأمنية في الدولة نعم. وقعدنا معاها وعرضنا عليها المنظومة كلها وشافتها وأيدت أن ما في أي اختراق أو خوف بأن المعلومات تطلع لشركة خاصة تعتبر معلومات عامة نعم. ما فيها أي ضرر يعني على نعم. حتى المعلومات الخاصة ما يقدر يطلع عليها الشركة هي تروح من جهة حكومية تي عند الطيران المدني تروح حق الصحة. هل نقدر نعرف مثلا إيراد الدولة ايش كثر من هذه العملية؟ والله لا
الارقام ممكن احنا نحصلها، بس يعني كانت النسبه اول شيء 40% من الايراد، وبعدين تعدلت الى 60% من الايراد للدوله. ممتاز. زين دكتور، احنا ندري ان الكويت من اشد الدول في القيود من ناحيه دخول البلد، من ناحيه التجديد بالسفر وشغلات هاي كلها، بس الكويت فيها الشغله ولا دول ثانيه فيها الشغله؟ لان الناس وايد يسالون يقول لك ليش احنا بالذات اللي عندنا كل هالتشدد في عمليه دخول البلد وعمليه السفر والعمليات هاي كلها؟ لا طبعا من دوله لدوله تختلف. يعني في دول وعندهم قوائم الحمراء، قوائم الصفراء، قوائم الخضراء، وكل واحدة من هالقوائم لها اشتراطات معينة. القوائم الحمراء ما يدخل نهائيا، الصفراء لازم يكون مطعم في نفس الدولة وبعدين مسوي PCR. يعني كل دولة لها طريقة معينة. طبعا عند يعني الدول المجاورة نفس الشيء، في بعضهم اللي عندهم الإجراءات مشددة وبعضهم لا، فكل دولة لها أسلوب تعاملها في الموضوع. احنا بالنسبة لنا مهم جدا ان نكون حريصين، خاصة ان الفترة اللي فاتت الحمد لله الحالات قاعدة تنزل. فكل ما قلت الحالات اللي موجودة في المجتمع عندنا، كل ما صرنا حريصين اكثر ان ما ندخل حالات من الخارج. لذلك احنا لازم نكون حريصين على التقصي الوبائي، حريصين على منو اللي قاعد يدخل وانهم فعلا غير مصابين، وخاصه لا قدر الله اذا طلع عندنا متحور أسوأ من الدلتا نكون احنا مستعدين لاكثر. دكتور محمد، عندي استفسار بس بما يخص، اول شيء هذا سؤال من الناس مخونا خالد جمال بخصوص كبار السن ما يعرفون يستعملون التقنيه الحديثه وكويت مسافر، هل يوجد مراعاه لهم؟ بإمكان أي شخص يسجل نيابة عن أي شخص ثاني، بإمكان أن يكلف أي واحد من أهله، بإمكان أن يدق على الكولينج سنتر اللي عندنا ويسجلون نيابة عنه، بإمكان أن يروح حق أي مكتب سفريات يقوم بالتسجيل عنه. فأي واحد يقدر إذا راجع من برا، لأن المشاكل اللي قاعدة تصير أكثر شيء حق الكويت مسافر وهي من برا، حتى لو راجع من برا في عندنا أرقام تواصل يقدر يدق، عندنا واتساب، عندنا تويتر. ممتاز. عندنا رقم يدق، أي واحد يدق نقدر نسجل لك هو وهله كامل. خوش. بس انا احب انوه على شغله اللي قاعد يروحون حق مكاتب السياحه والسفر يسجلون لهم، وهذا وايد مشاكل قاعد نواجهها. مكتب السياحه والسفر يحط رقمه ويحط ايميله، فلما يروح هناك ويبي يدفع الايميل قاعد يروح على ايميل المكتب السياحه، فيقول انا شلون احصل الاو تي بي او احصل، لا خل تاكد ان معلوماتك كلها موجوده في الابلكيشن هذا. حلو. اخر ملاحظه بشكل سريع، يمكن قاعد فيها سؤال على موضوع المقيمين في الكويت. نعم. يعني اللي مقيم في الكويت ويشتغل في الكويت ومحصن، هذا يطلع يسافر ويرد طبيعي؟ نعم، المحصن في اي كان، سواء كان بالكويت او برا الكويت، محصن في اللقاحات المعتمده في دوله الكويت ومعتمده شهادته يعامل معامله الكويتي المحصن. محصن بالكويت؟ نعم. هذا عادي. نعم. زين، واحده من الاشياء، والله في ملاحظات سريعه، ردود سريعه. لا انا عندي حق دكتور محمد، بس قبل لا ابي ارجع لك على سالفه الايرادات، ابي نبي توضيح الايرادات اللي تروح حق الدوله. نعم. كويت مسافر ولا اللي ما يخص العماله المنزليه بس اللي هي بالسلامه. نعم. ابي بس توضيح منو الايراد اللي يروح حق الدوله اللي هو بالسلامه، لانه هو بالسلامه. بالسلامة. وليس كويت مسافر. كويت مسافر ما في ايراد، ما في ايراد. هو تنظيم عمليه دخول وخروج، لكن اللي في ايراد اللي هو الحجر المؤسسي اللي لو تلاحظون 270 صح. دينار صح. والتذكره 100 دينار، تبتيب الخادم تدفع 400 فمعروف صح. ايراداته بالضبط صح. هذا اللي تروح ايراداته للدوله. اما ما يخص كويت مسافر، اذا كويت مسافر ما في اي ايرادات، لان في ناس قالوا اشكاله، قالوا بالفلوس اللي تروح حق الدوله احنا حاضرين. نعم. لا يدفع هذا يعني فيها مسافر الايراد كله يروح حق الفحص، مال الفحص والامور هذه. الفحص ماكو، 20 دينار هذا اللي تدفعها قاعد تروح حق المختبر. وحاليا الحين بعد خلاص ما في، انت تروح دايركت للمختبر صح. تسوي فحص دايركت، توصل وصلت بالليل ورحت في مختبرات 24 ساعه. نعم. يسوي مسحه. نعم. يقعد ببيتهم 8 ساعات، يقعد الصبح مشول، لانه مربوط دايركت مع الصحه والصحه مشكورين على طول يشيلونه، مناعه قاعد تنزل فيها على طول يشيله من الحجر. ابي بس اتكلم عن الغير كويتيين اللي بالخارج يبون يرجعون الان، لان هذا الان بيجيكم اكثر ضغط اسئله من هالمجامع هذه كلها. ايضا المحصنون المتلقون لقاح خارج الكويت اللي ماخذين لقاحين، شنو الاجراءات اللي بتصير عليهم وهم رادين دكتور؟
هم يعني اللي مطلوب منهم ان يسوون طبعا يسجلون على المنصه ويسوون ابلود حق شهاداتهم. حلو. ابلود حق الشهاده في المنصه واللقاحين. اي حق اللقاحين. أي. طبعا عندنا احنا فريق في وزاره الصحه يراجع هذه الشهادات يشوفون اذا مطابقه واذا سليمه وعلى اساسها ياخذ يصير له ابديت على السيستم عندنا انه جرين وخلاص انه محصن ويقدر يدخل. لحظه ويقول وصولهم حجر منزلي لمده اسبوع يطبق على الجميع. حجر منزلي لمده اسبوع وفي حال الرغبه بناء الحجر يقومون باجراء فحص بي سي ار ايضا. صحيح. واحد والدفع بداخل دوله الكويت خلال فتره الحجر. صحيح. يعني يدفع وما تبي. صحيح. فيعني وينتهي الحجر مطبق عليهم بمجرد ما يتم ظهور النتيجه. فاذا اي شخص الان غير كويتي يرغب بالعوده لدوله الكويت مسوي اجراءات التطعيم. نعم. اللي هي موافقه عليه وزاره الصحه البروتوكولات. نعم. مال وزاره الصحه تسجيل. كل اللي عليهم. نعم. انه يسوون الشهاده. كنا سمعت انه لازم يوثقونها في السفاره. هو القرار اللي صدر امس. أي؟ انه لازم يكون بنظام ديجيتال وفيها كيو ار كود. QR code صح. أي. أي. اساس انه تقدر تقراها وتتاكد من صحتها. فاذا كانت الشهاده ما فيها كيو ار كود يقرا في بعضهم يكون في كيو ار كود بس ما تقدر تقرا. صح. لازم الكيو ار كود يقرا وقت الاغلاء وقت الوصول. وزاره الصحه كذلك لما يدزون لهم الشهاده يقدر يقرا في الكيو ار شنو كود. شنو الشهاده لازم توثق في السفارات؟ هذه هي نفسها. لا ما في توثق في السفارات. مو صحيح. لا مو صحيح. الكلام اوكي. هذه شفته انا شفته مكتوب وايد فما عرفت. تكمل على كلامك دكتور، هل تقدرون انتم كوزاره الصحه تحققون الباتش نمبر اللي هو مكان الاخذ اللقاح؟ يعني ياك واحد قال لك والله انا ما اخذه بالديره الفلانيه، هل تقدرون تسوون تعرفون ان هذه صج الجرعه موجوده في البلد الفلاني؟ هو العاده الكيو ار كود يدخلك على الموقع الرسمي لجهه التطعيم في الدوله اللي جاي منها الشخص. حلو. فطبعا فريق التحقق يدش على الكيو ار كود يتحقق من الصحة. هل صحيح مو صحيح؟ هل في مشاكل ولا ما في مشاكل؟ يعني للاسف ساعات يصير ان يجيك واحد مع كيو ار كود ما يعني يكون كيو ار كود ما يوديك على الصفحه الرسميه، ما يوديك على ولا شيء، يكون مو شهاده مو صحيحه. فللاسف هذول اللي يرفضون، غيرهم لا، طبعا تدخل على نفس الصفحه الرسميه ويتم التحقق من الوزارة. بس للتاكيد الغير كويتيين اللي الان يبدون بالقدوم الى دوله الكويت من 1/8 بمجرد ما ياخذون اللقاحات وهم مخلصين منها تكون ديجيتال كيو ار كود بي سي ار لما يجون الكويت ولا حجر منزلي لمده اسبوع الاختيار لهم ويدفعون من الكويت. نعم عدل. نعم. واضح واضح لكم. بس هذا اوضح كل النقاط ان شاء الله واضحه. دكتور محمد سعيدان يعطيك العافيه. الله مشكور عافية. وايد مشكورين. ومهندس صالح الفداغي يعطيك الف عافيه. الله مشكورين عافية. وايد على التوضيح وعلى المعلومات اللي الناس ناطرينها. وصلنا لنا اسبوع نطحن نشوف بتويتر ونشوف كل مكان شبت صار باص كل ما ركب فيه وكل ما نتكلم ولا حد يدري. كويت مسافر ان شاء الله التغيير الكبير اللي صاير راح يحل كل المشاكل وتسافرون تروحون وتردون بالسلامه وانتم مستانسين وبامان ان شاء الله. يعطيك العافيه. المولات بعد شقه تبون تسافرون قاعده بالكويت يبقى خلاص المولات شغاله ايجابيه شلوها ها؟ ليس عاد فيلم الساعة 2 الفير ندخل. بنروح حق موضوع آخر جدا حساس يمكن تناولناه من قبل لكن التوعية لهذه المخاطرة وتبعاتها تحتاج حلقات وحلقات كثيرة. بعد البريك رادي لكم تابعونا.